مسجد أبو مروان العتيق يقع في شمال قصبة عناب على الشريط الساحلي. تأسس هذا المعلم الحضاري ذو الطابع الأندلسي قبل أكثر من 10 قرون، وذلك في عهد الدولة الزيرية تحت إشراف المهندس الأندلسي أبو ليث البوني، وسمي بمسجد أبي مروان نسبة إلى عبد الملك بن مروان بن علي الأزدرية المولود بإشبيلية، والذي قام بإنجاز أول جامعة دينية بالمسجد قدمت فيه العلوم العسكرية والدينية. وكان في وقت مضى يضم في جانبه السفلي ما يسمى بحديقة الرباطة، والتي كانت بمثابة النادي للضباط في البحرية. وبعد الاحتلال الفرنسي حول إلى مستشفى، وقد أضيف إلى بنائه الأصلي طابقا علوية، كما تم فصل حديقة الرباط عن الجامعة، وهذا من أجل القضاء على معالم الحضارة الإسلامية بالجزائر. كما تعرض المسجد لأضرار بالغة وتم إغلاقه سنة 1964 بعد انفجار باخرة السلاح النجمة الإسكندرية التي أضرت بالمباني القديمة المطلة على الميناء، ليعاد ترميمه وافتتاحه لاحقا. وأصبح المسجد الآن تحفة فنية ومعمارية لا مثيل لها. ويرى المختصون في علم الآثار والمواطنون بعنابة أن إزالة القباب 5 الخاصة بالمسجد في سماء بلاستارم يعد جريمة في حق هذا المعلم الديني الذي حجبته المباني والأزقة المترصة. وحفاظا على هذا المعلم الإسلامي، قامت وزارة الثقافة بتصنيفه ضمن المعالم الوطنية باعتباره من أقدم المساجد في الجزائر.